في مدرستي. ربي يحمي تونس يا ربي. أنا متخرجة عندي برشا، أنا قريت من قريب من نايبة 2012. نايبة تو ترسمت؟ أي نايبة تو ترسمت سنة. هاي شو تعلق؟ شو اسمك أنت؟ كنزة. ها؟ كنزة. كنزة. تكلم عليهم. تكلم عليهم. تكلم عليكم. ربي ينجح إن شاء الله. ربي يوفقك. ربي يعينك. عايشك بارك الله فيك. ربي يحفظك. عايشك شرف لي. ربي يبارك. عايشك. بمناسبة بداية السنة الدراسية نحب نتوجه بالتحية إلى أسرة التعليم نساء ورجال في كل أنحاء الجمهورية التونسية. نحب نعبر لهم على تقديرنا لمهمتهم النبيلة وتقديرنا لكفاءاتهم ولإخلاصهم لهذا الوطن، حيث أن التعليم هي مهمة نبيلة وهي أمانة الجيل، أطفال والجيل القادم هي أمانة في مسؤولية الأساتذة والمعلمين، ولهذا نحب نحييهم. وبالمناسبة نحب نحيي أولياء التلامذة، نقول لهم إلا التعليم عنده مسؤولية، لكن ثم المسؤولية راهي ترجع بالأساس إلى العائلات. التربية راهي عملية متاع تعليم وراهي عملية متاع أسرة. الأسرة لازم تقوم بواجبها باش الجيل القادم يكون جيل وطني وجيل يحب بلاده وجيل يعني مستقيم إن شاء الله. وبالمناسبة كذلك نتمنى النجاح لأبنائنا وبناتنا في كل مكان، وربي يوفق إن شاء الله سنة طيبة. محمد ربي فضلك وربي يحمي تونس. مدرسة باهية، أنا ناقصة شوية برشا حاجات. إن شاء الله تو نكملوا. إن شاء الله بربي والخير ومنفع ومنفع على الآخر. الحمد لله. حتى المعلمين ما شاء الله. ربي يعينكم وربي ينجحكم. عايش 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 عايش. ربي يخليك. فكرنا الخير. عايش. ربي نجمية. احنا مزهقينك.